السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين صحيحة لاباس. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم معكم فيديو جديد، مرحبا بكم في القناة ديالي، القناة ديال وصفات صالحة تي بي. وتنتمنى القناة ديالي تعجبكم، واللي مازال ما مشتركش في القناة ديالي تنقول لي مرحبا بك، تدخل لعندي ودير اشتراك، ضغط على الزر الاحمر وعلى الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم فائده على الجميع. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك فضلا وليس امرا. غنبداو بسم الله على بركه الله. اليوم غنحضر الغداء، وقلت علاش ما نشاركوش مع المشاهدين ديالي. غندير واحد طويجين ديال الجلبانه والقوق كما تتشوفوا معايا، غندير واحد طويجين ديال الجلبانه والقوق، وكاين هنا واحد الحيمه كما تتشوفوا معايا، الحيمه ديال الملج كل واحد وعلى حسب المقدور ديالو. انا غندير اللحم، عندي هنا اللحم ديال البكر، عندي الجهد ندير واحد نص كيلو ديال اللحم. غنبداو بسم الله المقادير. طريقه التحضير، غنحتاجوا اللحم كما شفتوا معايا، اللحم لهاد الطاجين ديال القوق والجلبانه. عندنا هنايا واحد البصله خضاريه، تنستغلوا الخضره اللي تجي في وقتها، الخضره تاكليها في وقتها تتكون مزيانه. عندي هنا واحد ثلاثه البصلات خضاريات، هما اللي غنحتاج فيها الطاجين هذا، راه تيجي زوين. البصله الخضاريه تجي زوينه في الطاجين. عندي واحد ثلاثه ديال الفصول ديال الثومه، عندي هنا القزبر معدنوس، عندي الملحه كما تشوفوا معايا، الملحه تبقى على حسب ذوق كل واحد. وهنا عندي العطريه ولا التوابل ديال الطاجين اللي غنحتاج. عندي هنا الخرقوم، سكنجبير، معلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال السكنجبير، واحد شويه ديال التحميره. وعندي هنا واحد شويه ديال المروزيه ديال اللحم، ها هي واحد شويه ديال المروزيه ديال اللحم، والابزار واحد نص معلقه ديال الابزار. المهم هادو هما التوابل اللي غنحتاجو لهاد الطاجين هذا. وعندي هنا الزيت، الزيت ديال هذا زيت المائده، حتى الاخر ديما انا في الطواجن ديالي حتى تنبغي نطفي الطاجين وتنزيد واحد شويه ديال زيت العود. غنبداو بسم الله، غندير هذيك العطريه على هاد الحيمه اللي عندي. المهم اللحم كيبقى على حسب المقدار كل واحد وعلى حسب افراد العائله شحال كاينين في الدار. غندير الكزبره معدنوس، وندير هذوك الفصوص ديال الثومه، عندي ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه. راه كلشي تبارك الله تيعرف يطيب، غير كل واحد الطريقه ديال الطياب ديالو، كل مدينه وتتختلف على الاخرى. ندير شويه ديال الملحه، وغنجيب واحد شويه ديال الماء، وغندير هاد العطريه هادي كما شفتوا معايا. انا الطواجن ديالي راه ما تنديرش فيهم الماء بزاف، نديرو غير شويه ديال الماء وتتنحصوا العافيه، تتكون العافيه مهيله. انا هاد اللحمه هادي راه كانت في الفريكو شويه شاده فاصه. المهم نديرو هذيك العطريه بهذه الطريقه هادي، ندخلو ديك العطريه في اللحمه صافي، ونديروها فوق البوطه حتى تقلى مزيان. بلا نقينا الجلبانه والقوق، يدخل اللحم حتى هو يدخل شويه طياب. من بعد ما تاتمين غندير واحد هاديك البصله تا هي صافي، غندير البصله، نزيد هاد البصله هادي تا هي كيما الشمايا. هاد البصله الخضاريه راه تجي زوينه تا هي في الطويجنات، هاد العراش هادو راه تيجيو زوينين، راه متحيدو غير دوك لي تيكونو مسخين صافي. غندير دابا الزيت واحد شويه ديال صافي. دابا الطاجين ديالي هو هذا كما شفتوا معايا، غنديرو فوقها نغطي عليه، و
غندير في الكوبوطاج. ديت الطاجين في البوطه، دابا غنقي الجلبانه وغنقي القوق في لاطاطي اللحم شويه. هكا جلبانه والقوق راه تيجيو زوينين في الطاجين. واحد الخضره في وقتها تتكال باقا طريه تتكون الخضره زوينه في الوقيته ديالها، تكون صحيه كما شفتو معايا الجلبانه راه باقي جديده. انا رجعت معكم البنات، نقيت الجلبانه ديالي، هانا كملتها ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. نقيت الجلبانه، عطيت لوليداتي ينقاو ليا الفوق، باقا هاد الوحيده نقيها. وهنا الطريقه ديال الفوق راه ساهله، تنقي بهاد الطريقه هادي. كنستمر الحقوقة حتى تنكملها بحال هكا. ملي عطيتها لولادي بنتي وولدي راه تينقيو تياكلو هادي. المهم الفوق بحال هكا تعطيو غير الدراري راه يفكوكم منو. صافي تنقطع هادي بحال هكا قطعة. والحامض البنات راه يكون ضروري الحامض باش ما تتكحش، باش ما تتكحل ليكمش الحقوقة. ديروا الحامض بحال كي تبداو تنقيو فيها هكا، ديروا الحامض باش ما يكحل لكمش لايديكم والقوقه تبقى في اللون ديالها. صافي هانت ساهله في التنقيه ديالها، وتيجي زوين في الطاجين ديال الطاجين ديال القوق. نتوما ديروا الحامض بحال هكا، درت واحد الحامضه تتعصروها بهاد الطريقة هادو راه متيكحلش القوق. صافي أنا كملت القوق اللي عندي جلبانة، غنمشي دابا نستفهم في الطاجين. وهانتوما معايا، بقاو معايا في هاد الفيديو حتى الأخير إن شاء الله، وتنتمنى هاد الفيديو يعجبكم. أنا غنمشي ندير جلبانة وقوق في الطاجين وهانتوما معايا. هذا هو الطويجين كما تشتو معايا، راه ما درت فيه لا ما. صافي قلبت هذيك اللحمه باش طيب على الجهه الاخرى. دابا غندير جلبانه القوق وغتنقصو هذه البوطه على المهل وتخليو الطاجين يطيب على خاطرو حتى يطيب مزيان. وعاش تحلو عليه، انا راه ما تنحلش الطاجين حتى تيطيب مزيان، عاش تنحل عليه. دابا غندير الجبانه ديالي هي هادي، غندير الجبانه، تديرو القياس اللي غيكفيكم. صافي انا غندير غير القوق والجبانه، بغيتو تضيفو بطاطا تديروها بغيتو، المهم انا غندير غير القوق والجبانه هنا. صافي ستفت هاديك القوق، راني شللتو من الحامض، ستفتو على هاد الطريقه هادي. ودرت شويه ديال الحامض كما شفتوا معايا. عندكم فليفله حاره تديروها، انا ما توفراش عندي. دابا غندير واحد شويه ديال الملح باش ما تجينيش الكاج البانه والقوق باسلين، شويه ديال الملح من الفوق. صافي دابا غنسد على الطاجين ديالي حتى يقرب يطيب. غندير واحد شويه ديال الزيتون وغندير شويه ديال زيت العود، وهانتوما معايا حتى الاخير ان شاء الله. من بعد ما غيطيب الطاجين تشوفوه معايا كي تيجي الطاجين ديالي، وتنتمنى لكم فرجه ممتعه. غنسد الطاجين حتى يطيب ان شاء الله. دابا غنشوفوا الطاجين ديالنا نحلو عليه. الطاجين ها هو طاب كما تتشوفوا، مريقه لا تجي ملبيه وخاطره كما تتشوفوا معايا.
راه تنقص البوطه، راه كيما تشوفوا معايا انت راه تيطيب على خاطرو البوطه تتكون ناقصه، راه تيجي واحد الطويجين اللي تيجي بنين بالقوقوج البانه مشاهيتكم فيه هانتوما، راه كلشي تبارك الله تيعرف يطيب. حنايا تنبغيو نشارك معكم الحويجات حنايا اللي تنديرو، حنايا تنستافدو منكم وانتوما تتستافدو منا، كل واحد تيستافد من واحد، كاين اللي ما تيعرفش شي حاجه نتعلمو ليها حنايا وشي يعلم شي تلعب مول شي. مهم هذا هو الطريقه ديال الطاجين ديال الطويجين بالقوق وجلبانه. مني تيطيب بحال هكا الطاجين تندير واحد شويه ديال زيت العود كما شفتوا معايا، واحد شويه ديال زيت العود صافي. وغنطفي على الطاجين دابا، غندير شي واحد شويه ديال الزيتون، راني ما درتوش نسيت ما درتوش، انا غندير واحد شويه ديال الزيتون وعاش غنطفي على الطاجين. كما تشوفوا معايا من بعد ما درت حتى الزيتون صدت واحد الفليفله، واحد الفليفله في السطل ديال الزيتون رانا حطيتها حتى هي صافي. دابا غنسد عليه واحد شويه غير بالله، داك الزيتون خاد لينا المرقه ديال هاد الطاجين هذا صافي. وغنطفي عليه طوي هاد الزيتون، راه تيجي حتى هو بنين زويتين ديال الدار، راني حضرته معاكم صافي. هذا هو الطويجين ديالي تيجي على هاد الطريقه هذه، تنتمنى يعجبكم. دابا نخليه واحد شي 10 دقائق وغنطفي عليه البوطه، وهانتوما معايا في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديال اليوم، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذه هي الغديوه ديالي، هذا هو الطويجين اللي حضرت معكم اليوم، تيجي على هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. راه الطويجين تيجي زوين ديال القوقوج البانه، ورافقناه بشويه ديال الشلاضه كما شفتوا معايا والعصير ديال الليمون. وتنتمنى هذه الغديوه اللي شاركت معكم اليوم تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراك ديالكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش طاجين. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم تبخلوش عليا بالبصيمات ديالكم، دوك البصيمات ديالكم زوينه والتعاليق اللي تتخليو ليا تنقول لكم شكرا عليها، تنشكركم بزاف على دوك التعاليق اللي تتخليو ليا الزوينه، تنقول لكم شكرا شكرا شكرا. دوك التعاليق هما الصراحه اللي تيحفزوني وتيشجعوني وتيخليوني نستمر ونزيد لقدام، تنقول لكم شكرا وفرجة ممتعة، وتنقول لكم بالصحة والراحة إلى فيديو آخر إن شاء الله.